بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. وسلام خاص لأهلنا في غزة، قلوبنا معاكم ودعائنا ليكم، وإن شاء الله ربنا معاكم في هذه الجراح المستمرة والدماء التي تسيل. نسأل الله لكم يعني المرضى منكم الشفاء العاجل إن شاء الله، وللشهداء الرحمة، ولذويهم الصبر، وأن ربنا يلهمهم إن شاء الله الثبات، ويعني يربط على قلوبهم بإذن الله. في حلقة اليوم الحقيقة في أمر مثار في مصر في الساعات اللي فاتت حول مسألة حدود إبداء الزينة للنساء أمام المحارم داخل البيوت، اللي أثار هذا اللغط إحدى السيدات اللي بتعمل في مجال التدريب أو مشهورة على السوشيال ميديا وما إلى ذلك، اتكلمت عن هذا الأمر وقالت إن ما ينفعش البنات داخل البيوت يلبسوا بعض الشورتات القصيرة. فخلينا نروح حضرة الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف نعرف أكثر عن هذا الموضوع. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكرام. أهلا بيك شيخ عصام. يعني طبعا هو السؤال مسألة يعني إيه هي الحدود اللي ربنا حطها للنساء داخل البيت أمام المحارم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة أن هذا الموضوع يعني أسهب فيه الفقهاء وقبل الفقهاء طبعا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في بيان هذه القضايا، لأنها قضايا تتعلق بشيء دائم في البيوت، يعني قضية العورة، سواء الإنسان إذا كان منفردا، الإنسان إذا كان مع رجال، إذا كان مع نساء أجانب، مع نساء محارم، مع الزوجة، مع كذا موضوع، لأنه الناس دائما يوميا هناك تعامل في هذا الملف. يعني لو أنت متزوج ومعك أولادك وأكيد طبعا، فأنت يعني في البيت أكيد لبسك في البيت غير لبسك في الشارع، لبسك في أوضة نومة غير لبسك في الصالة مع الأولاد. فهكذا كل مكان له اعتبار، ولذلك هذه الاعتبارات بترد على كل المدعين بإني لا أنا حر، ما حدش يقيد حريتي، أنا ألبس ما أشاء. وفي المقابل تجد هؤلاء على حمامات السباحة ممنوع تنزل بهدوء محتشمة، يعني لو نزلت واحدة من غير ما يقول لك لا ده مش لبس بحر، ليه يا جماعة مين اللي قال ده؟ لا هم كده، يبقى لبس البحر لو مثلا حمام سباحة على كافيه ولا على مثلا يعني مقهى بسيط كده ولا حاجة، لو حد طق سباحة الخطوتين لا يبقى لازم يلبس حاجة برة عشان خاطر يعني حاجة شفافة، يعني حاجة زي للأسف وضع الناس تقاليد واحترموها وهي تقاليد لا تنطلق من شرع الله عز وجل. لما يجي حد يتكلم في الشرع نطلع بقى نهيج ونعمل ونصف بالتخلف. الأصل إن إحنا لما نصف كلام الناس بالصواب أو الخط نعرضه على شرع الله ما دام يتكلم عن شرع الله. أكيد طبعا. نبحث عن هذا الشخص هل ما قاله صواب أم خطأ؟ ثلاثة، هل هذا الشخص متخصص فيما قال أم لا؟ أربعة، إذا اختلفنا معه الاختلاف يكون في إطار الاختلاف وتصحيح الخطأ إذا كان هناك خطأ أو خلاف في هذه المسألة. دي قضايا أو محددات مهمة في مثل هذه القضايا. الأخت صاحبة اليوتيوب دي اللي عندها دي القناة قالت كلام إني الهوت شورت أو الشورت القصير ما ينفعش قدام أمك في البيت لأن ده حرام ممنوع ولا يجوز شرعا. طيب درع هذا الرأي هل بيمثل هذه السيدة ولا بيمثل رأي شرعي ورأي الفقهاء والعلماء؟ أيوة هي ده رأي جمهور الفقهاء. لأن الفقهاء لما جم يتكلموا عن عورة المرأة أو عورة الرجل يتكلموا عن عورة الرجل أمام الرجال وأمام النساء وأمام المحارم، فقالوا إن الرجل عورته من السرة إلى الركن. تمام، ده جمهور العلماء. أيوة. والخلاف دار بين الفخذ عند الرجل عورة أم لا؟ تمام؟ من العلماء من قال إن الفخذ عورة لحديث الفخذ عورة، الحديث خلاف في صحته والراجح الضعف. حديث آخر أقوى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على بئر كاشفا عن فخذه. قالوا إذن الفخذ هنا مش عورة، ده بالنسبة للرجل فين؟
يعني مع المحارم أو في بالعموم أمام الرجال يعني. أي نعم. طيب السؤال اللي يجي بعد ده، هل معنى هنا عورة الرجل من الصورة للركبة همشي في الشارع بفانيلا مقطوعة لحد صدري يعني بس مع الحد الصرة وشورت لحد الركبة همشي في الشارع كده أنا كرجل مثلا؟ هل ده هيمشي يعني؟ هل ده ذوقا عرفا لا يليق ينفع؟ أظنش حد في الدنيا شفتها في الشارع ماشي كده يعني، رغم ان الشرع هنا دون ان ده جائز، ولا انا غلطان؟ جائز. اذا هناك محدد اخر مع الفرق هو الذوق واعراف الناس اللي الناس بتسميه العيب. يعني عيب لما تبقى قاعد حاطط رجل على رجل، ده حرام؟ ده مش حرام. وبلد تانية الرجل على رجل عادي، لكن عندنا في مصر وفي الارياف عيب تحط رجل على رجل ورجلك في وش الضيوف او وش الناس، او قاعد مادي رجلك في وش ابوك، وده حرام؟ مش حرام. يعني ما فيش ايه وحديث بتقول ما تمدش رجليك في وش ابوك او ما تحطش رجل على رجل قدام ابوك. بس هو عيب عرفا يعني. ايوه، ما هو ده اسمه باب الادب والذوق، الادب وما تعرف عليه الناس انه ادب، ما لم يتعارض مع الشرع يراعى ويعتبر، يراعى. زي في الأرياف عيب تقول لي واحدة يا فلانة باسمها، يا مو فلان. ليه؟ مش عشان اسم المرأة وراباش توافق عليه الناس، رغم ان في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، قال بالأسماء اهو. انما القصة هنا معتمدة على ايه؟ ان في اشياء احيانا طبعا ما نبقاش نقول ده الاصل، والله يا جماعة ان حرام تقول اسم الست، لا. انما اذا في شيء يضيق بيه واحد ماشي مع امه، فيا فلانه اذا نديت يتضايق او ياتي تتضايق، خلاص من السنه ونادي الانسان بحق الاسماء اليه ما دام مش مرتكب شيء فرعي حرم. اذا يضاف الى هذا الامر مساله الذوق والعرف، اذواق الناس. طيب ما لم يتعارض هذا الذوق والعرف مع الشرع، والا يبقى عرف فاسد، في عرف معتبر وفي عرف فاسد. طب ده الراجل وده عورته قدام الأجانب وقدام الايه؟ المحارم. خلاص. طيب المرأة، المرأة لها عورة خاصة. المرأة الأصل ان هي كلها عورة ما عدا الوجه والكفين عند جمهور العلماء، عند الحنابلة جميع البدن، ده بالنسبة للأجانب. وبالمناسبة كل اللي بنقوله ده عن العورات اللي الإنسان لو التزم بإيه شريطة بغض البصر، حتى الآية اللي قالت عن العورات ولو يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يأخذ، أولها إيه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهن وأحفظوا فروجهن، وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهن وأحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. يعني قبل كل ده المجتمع يتربى على حاجة اسمها غض البصر وحفظ الفرج. وإلا والله لو الستات لبست كلها نقاب وهدوم واسعة زي ما بيقولوا خيمة، وعندنا الرجالة عينها زايغة والستات عينها زايغة، والرجالة لبست وبقت لابسة عينا ومتلكنين زي ما طرد الجبل، وكل واحد عمالة تتخيل اللي شايفاه ده وتمعن النظر في عينه وهو نفس الحالة، عمل ايه بقى هنا؟ ده هنا ما بقولش يا جماعة ملوش قيمة الحجاب، لا، عشان بس محدش يوصل الكلام، احنا بنقول ان الشرع أمر بأشياء قبل الشك، أمر بأشياء تتعلق بالخلق والجوهر. أمرك بغض البصر وحفظ الفرج، ثم أمرك بإيه؟ بأشياء تعين على ذلك وهي حفظ العورة. كامل الزينة، لأن الأصل في الإنسان التزين، خاصة المرأة، المرأة أصلها الزينة. هي المرأة إيه؟ حتى لو كانت الناس بتقول عنها ولا حلوة ولا كذا، تتزوق عشان تبقى تتجمل. الرجل لا، المسألة دي بالنسبة له هامشية، بالنسبة للمرأة التجمل والتزين شيء أساسي في صلب تكوين المرأة، الجمال والدلال طبيعي. بس المهم الجمال والدلال لمين؟ لمن يحل له ذلك. أي نعم. لأن بعض الناس يقول لك لا، أصل الست لازم يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني من خير ما يكرم للرجل المرأة إذا نظر إليها صرت، أتصور بإيه؟ بغرابها، بعدم جمالها ودفن مواهبها؟ مش منطق.
ده الزوج. ولذلك احنا بنتعجب المرأة تبقى طالعة ميك اب ولبس صارخ، لما في البيت هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لا في البيت مع الراجل اثنين اصحاب. لا هنا ده عكس للامر. انا بس في الحته دي عشان قبل ما نعلق على كلام الفيديو اللي بتعمله ده، ان الاهم عندنا مش دي قالت ايه وده قال ايه، المبدا الشرعي نفسه. طب المراه عورتنا قدام الاجانب عرفناها امام المحارم والنساء، ايوه كعوره الرجل امام الايه؟ الرجال. خلاص اللي هو يبقى السره الى الركبه، وامام المحارم كذلك. طيب والراي اللي قال الفخذ مش عوره عند الرجل يمشي مع المراه في هذه الحاله ايضا. جت منين؟ ما خدوش ده، ما فيش نص عندنا بيقول ده على المراه بالمناسبه. جت منين الحكايه دي عند الفقهاء؟ جابوها بدلاله النص، ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او الى اخر الايه، او نسائهن الى اخر الايه. قال لك يبقى موضع الزينه ده الزينه الظاهره، ويمشي عليها الزينه الباطنه اللي هو العضو اللي عليه الزينه. فالكحل يبقى العين، الخاتم يبقى الايد، السلسله يبقى الايه؟ الصدر. الخلخال يبقى الرجل. الفقهاء خدوها منين من المعنى ده؟ تمام؟ طيب ومع ذلك مش ده عوره المراه امام المحارم؟ هل هتقعد بنت او ام قاعده قدام ولادها بصدرها مكشوف؟ ده شفناه فيلم ان شاء الله. لا المتدينه ولا المنحرفه بتعمل الكلام ده بالمناسبه يعني، ولا المؤمنه ولا الكافره. يعني عمرك شفت ام قاعده مع اولادها رايحه جايه بهذا المنظر؟ لا. ومن هو بالنسبه كشرع، طب هل احيانا كثير من الناس يستحي ان يشوف اخته ولا امه بترضع؟ امه بترضع اخو الصغير، اخته بترضع ابنها، وخال ومحرم تحريم مش ابدي ده، والله لو ايه حصل مش لن تحل له. ده اسمه الحياء او العرف او الذوق. هنا المساله اذا مع الاحكام اللي قلناها بترتبط بها عنصر الذوق، عنصر حتى مع الشرع، لان ممكن نوسع المساحه دي فنزينها بدل ما تبقى من الصور لا يبقى من الكتف. يبقى والله ممكن البنت قاعده مع امها مع ابوها اخواتها بشيء بسيط بين الدراع اللي هو هدوم الخدمه. يعني انتوا بايه؟ ما تخدم به في البيت، وهي قاعده بتغسل بتطبخ بتكنس بتلبس ايه؟ تلبس ده. يبقى هو ده اللبس اللي معتمد في البيت عرفا، اللي هو طبيعه بطبع، لان في النهايه في ضرر نفسي اكبر، لان ما تبقى في اوضتها مع اختها في مساحه اوسع شويه. طيب لوحدها اوسع، مع زوجها مفيش حاجه خالص، خلاص الزوجين مفيش بينهم عوره. بعض الناس طبعا للاسف يعني بيعيش فين؟ لا اصل الزوجه ولا لا يحل ان يرى، لا طبعا ده كلام فارغ ليس من الشرع. المرأة والرجل الزوجان يحل لهما رؤية جميع بدن كل واحد فيهم. المسألة تعتمد على في ناس تتقبل وناس لا تتقبل، إنما ما نقدرش نحرم، لا نقول ده الأصل ولا ده مش الأصل، إن ده مباح ليك. خدت المباح أنت حر، خدت الجزء منه ببعضه بكله. في بعض الأزواج لا يستحي إن هو حتى يغير هدومه قدام زوجته، حتى الملابس الداخلية. طبائع شخصية، ما نقدرش نقول حرام والله اصل الراجل والله جزاه الله خير لا يرتكب الحرام، لا بقول لا ده كذا. المسألة ولذلك كانت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسلان معا، وإذا قلت أبقي لي ولا أبقي يعني في المية، المية قليلة خلي لي، لا خلي لي معناه إيه؟ اغتسلا معا. وحديث ولا يتجردان تجرد العين حديث ضعيف. خلاص إذا هنا نتكلم على شرع، بيتكلم على أحكام وعلى أذواق تترك للناس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أخذ الفقهاء من هذه الآية اعتبار العرف ما لم يصطدم مع الشرع. عرف عام أو عرف خاص؟ عرف عام في بلد معين. عرف خاص
احنا تقاليدنا في بيتنا او واحد وزوجته حاطين قوانين في البيت معينه، مفيش بعد الساعه 8 لعب على البلاي ستيشن مثلا الاولاد، مفيش بعد الساعه 8 خروج برا البيت، خلاص صلي العشاء ونام جديد. لا ده قانون حط الاب والام عشان تنظيم حياتك وحياتك. في الاجازات والله السقف بيترفع شويه، ما نجيش تلاقي شويه يقول لك بقى هو ده ربنا قال كده في القران ولا في السنه. لا يا حبيبي مش كلام في القران في السنه، بس قال طاعه الوالدين، طاعتهم في ايه؟ فيما هو جائز شرعا، انما الطاعات في المعروف. اذا طيب اللي قالته الاخت اللي في البرنامج اللي في الفيديو راي الفقهاء، جمهور الفقهاء، طب هل انا اقول به؟ نقول به وبغيره. اللي قال برايي باني لا المساله اوسع من ذلك، لا مانع شرع، لا مانع من ذلك شرع. المساله تعتمد على اعراف وتقبل، وكل ده مرهون في الشرع بايه؟ ما لم تكن هناك فتنه. فتنه يعني ايه؟ والله لها اخ مريض مش مريض مرض بدني، مرض نفس، مرض عقلي، شهوان، ممكن يشتهي المحارم. انتوا بتألفوا؟ لا ما بألفش، منظمين المحارم فين؟ اللي انتم مصدعين رؤوسنا بيه في الاعلام وغيره. مش ظاهره، مش نسبه ضخمه، بس موجود. ما دام بتوجد اللي ممكن يزني بامه او باخته او بمحارم او باطفال، اذا يظل هذا العامل مراع، والشرع اشترط في كل ده امن الفتنه. يعني اختك في الرضاع محرمه عليك، لكن لو انت ما فيش جواك وازع ان هي محرمه عليك ما ينفعش تنظر اليها، لان سعادتك ما دام هيبقى جواك انك بتتعامل انا مش اخت لك وانها محرمه عليك وانها محرم، تعمل انها واحده، لا ممكن تحبها وممكن تفكر تتجوزها وتشتهيها، هنا حضرتك بقى يروح نازل عليك منع، مش لان ده ممنوع بالاصل، انك انت السبب في منعه، ده هنا اسمه محرم لغيري مش لذاتي، اللي لذاتي اللي هو المحرم عليك، اللي لغيري اللي انت بتبقى سبب فيه، واذا زال السبب زال التحريم. يعني هي كده معظم، يعني طبعا اختصرنا لاني الحل لازم. طبعا الشيء ملاحظ بقى ان طلعت احدى النشاطات اللي الحكومات كمان طبعا السلطه قال لك انا اقدم بلاغ للنائب العام. طب يعني واحده بتقول راي غلطت ولا اصابت ولا لا؟ هي دي نفسها انا شيخ الاسلام، وانا مش مع الناس رجالا ونساء يطلع يهبط في الدين ويتكلم خالص، انا ضد الكلام بالمناسبه. اتكلم فيما تفهم، اديني اتكلم يا عم في اي معنى واعظم. ربنا ابتلاك بشيء وربنا عافاك منه، ربنا وراك معنى آية كنت تايه عنها، إنما أحكام وشرع لا طبعا عند هذه الحالة من بعد أبدا في أي شيء من الحال من الأحوال. إنما زي الطب مثلا، أنت شايف واحد ابنك إيه ابن سخن، اطلع المستشفى بس الأول ما توديه تحت الدش كده يعملوا له دش مية ينزل الحرارة شوية، وقبل ما تروح بالعربية للولد وتروح للمستشفى. هو ده انا بقيت طبيب وبفتي؟ لا، انا بقول لك معلومه مشتركه بين الجميع. انما ياخد علاج ايه؟ يتعمل معاه ايه؟ يتحلل معاه ازاي؟ تحليل دم ده بتاع الدكتور. هو ده نفس الحاله الدين. في عموميات اي حد يقدر يتكلم فيها عن الصبر، عن الثبات، عن العفه، عن الخلق. انما عن فتوى حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، لا ده متخصص. هنا دي نقطه، فلما يجي حد يغلط ما يبقاش عقاب والله نحوله للسجن. ممكن تقيمه وتحقق له خطأه، صوبه، نبهه. إنما المحاكمة ودول مين اللي بيدعوا إن هم يا جماعة حرية الرأي وحرية التعبير؟ والله شيخ عصام، يعني الموضوع فعلا الحقيقة مهم، لأنه طبعا يعني بيهم كتير من السادة المشاهدين، خاصة يعني الفتيات والنساء في البيوت. وهو الحقيقة دكتور، يعني حاسس ان الراي اللي حضرتك قلته، اللي هو مساله العوره للمراه داخل البيت، اللي هي من السره للركبه، كان فهمت كده انا فهمت صح دكتور؟ يعني كمان نساء. ده الموضوع ده كده، ده اصعب من اللي الست قالته. يعني ده الست قالت الشرطه على سن في حاجه ملبوسه فوق يعني. نعم، ما هو الكلام عشان ان ما فوق الركبه يعني. ربنا يعافينا يا رب. ما هو احنا بنقول اصل ده مش معنى الناس لما شرلت من السره للركبه،
وبعض الناس يقول لك لا المراه، ما هو ده معناه ايه؟ معناه بنتكلم يا جماعه ده اللي اذا برز. والله واحد اخته قاعده زياره عندهم، ابنها جاع، طلعت صدرها ورضعته، بكل البيوت كده. ايوه صحيح. ايه هنا بنت عوره؟ لا هنا بالضبط ما بنتش عوره، رضعت. يعني ده المقصود ان الشرع ليه بيعمل ده؟ لو تخيل لو الشرع منع الكلام ده. صورتك في الشارع زي في البيت. حاسس في مشاكلها ايه؟ معناها كل واحد لازم له اوضه في البيت، ولما كل واحد هيغير يكتب على الباب كده ما حدش ممنوع الاقتراب والتصوير. وبعدين ما بقاش بيت. امال الشرع ده حتى جوه الشرع، جوه البيت الشرع عمل احكام استئذان في اوقات معينه، ما خبطش على اوضه امي وابويا لان ده وقت راح. ليه؟ ولازم استاذن. ايوه قبل ما ادخل مش ما خبطش، استاذن. لو دخلت وارد في لحظه تلاقيني نايم مرتاح، ودايما النوم والاكل الواحد بيحب يكون مستور فيه قاعد براحته. ده بعض الناس لو هتقول له جايبين لك كيلو مانجا كله، في ناس ليها بروتوكول في اكل المانجا، يقعد كده براحته ويطرطش ويلغوص بايديه، مش اكل بقى اللي بالسكر والسكين. طب ده هيقعد يحب الناس يشوفه كده؟ في انواع من الاكل بهذا الشكل. طب هيعمل فيها ايه؟ نحتاج الشخص في وسط من يامن معهم. في اوضاع معينه انت في لبس في البيت معين، مش حد يشوفك بيه، لبس البيت. البتامل البيت، اللبس مش عارف ايه، كل حاجه معموله لبس عند الناس. طبع الناس اني ومن زمان من ايام العرب موجود الكلام ده. الناس في البيت لها لبس بتتخفف. ليه؟ لان ده حر في كذا في كذا، غيرة الحر. واحد حاب يقعد براحته. هو انا هقعد بالشراب والجزمه والجرافات والبدله وانا في سريري وانا في مكتبي في بيتي؟ ده ما بقتش عيشه يعني. فالشرع يا اخواننا في الامور دي بيضع هذه الامور لمراعاه لخصوصيات الناس. اي نعم. طب هنا دكتور الحقيقه في يعني كذا سؤال متعلق برضه بالموضوع. السؤال الاول يعني طبعا الاخت اللي هي نقلت الكلام ده على السوشيال ميديا، يعني نقلت راي فقهي زي ما حضرتك قلت يعني، او احد الاراء الفقهيه. كان في سؤال الحقيقه اخ ساله عبر الواتساب، كان بيسال بيقول ان انا بعض اصدقائي بيستفتوني في بعض المسائل، انا بكون عارف الحكم من خلال الشيخ يعني، فهل يجوز لي ان انا اقول لهم الراي كذا كذا بناء على فتوه الشيخ، انقل فتوه الشيخ يعني، ولا اقول ما اعرفش احسن؟ لا يعني الاولى ان الاخ لا يجيب. ايه؟ لان الفتوى فيها تفاصيل. لعل أيوة. انت لما سمعت في تفصيله معينه زياده عند الاخ وانت ظن ان هي واحد. وصلك؟ يعني احنا نفسنا المشايخ، ما احنا عندنا يجي لي سؤال ببعث لفلان وفلان وفلان وانا عارف عندي اجابه، بس عايز استأنف براي اخر في المساله، اشوف والله ربما في زاويه انا مش شايفها في السؤال. زي بعض الناس لما تبعت له يبعت لك سؤال وتقول والله معلش انا مشغول دلوقتي او اديني دلوقتي، لك ليه يعني يا حزب البرما؟ خلاص يا عم بلاها، حل عنه وشوف غيري. فظنين ان السؤال ده انك انت بتقول كده ايه؟ يعني هي صعبه قوي الدرجات دي. يا عم صعب ده دي. فالاخ الكريم الاولى الا ما تقولش والله الشيخ الفلاني قال كذا في الموضوع ده. لان هل تضمن ان هو نفس السؤال؟ لو نفس السؤال وهتقول والله انا سمعت الشيخ يقول كذا، قول له الراي بس قول له وروح استوصل. ايوه. عشان تطلع منها تعليما من هذا الامر ان شاء الله. ندخل ان شاء الله دكتور في الاسئله سواء الصوت الهاتفيه او من الساده المشاهدين. يعني معنا الاخ ابو عمر من مصر. ابو عمر اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نحبكم في الله يا استاذ طارق والشيخ فضيله الدكتور عصام حبا كثيرا في الله يعني، وجزاكم الله كل شكرا. شكرا احبك الله. الله يبارك فيك. أنا بس عايز أسأل الشيخ عصام سؤال. إحنا السؤال ببساطة، إحنا طبعا في الحكم الجذري الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرفنا عليه يعني، فأنا كنت بودي أعرف المحظورات على المسلم المشاركة في فعاليات هذا الحكم الجذري. يعني إحنا يعني بتعرض علينا حاجات فالواحد بيتردد، هل كده بيبقى بيساعد الحكم الجذري ده؟ حاجات زي إيه؟ زي إيه يا أخ أبو عمر؟ يعني مثلا على سبيل المثال ان يعرض عليك منصب معين وانت في المنصب ده هتلتزم بتعليمات معينه في الحكم الجبري، فهل يا ترى ده هيبقى حرام انت بتساعده على النجاح ولا؟ فانا نفسي اعرف المحظورات يعني مثلا اتعرض عليك تبقى
مش عايز احدد طبعا حاجه محدده معينه، لكن هيبقى فيها تعليمات وبتنفذ. قصدك مثلا زي الشغل مثلا في الشرطه او حاجات زي كده يعني؟ يعني مثلا يكون في الشرطه، في القضاء، في الجامعه، في اي حاجه فيها يعني عدم سماحيه بانك تعمل الحاجه اللي هي تخلصك من ربنا. ففي تردد عند الواحد يعني، بيتردد عن هل يا ترى بقى فيها حلال فيها حرام. يا ريت الشيخ يعني ان شاء الله عصام يلقي الضوء على القصه ديت، وهتبقى يعني ان شاء الله. شكرا جزيلا اخ ابو عمر. دكتور، يعني مساله تولي مناصب في ظل الحكومات الموجوده حاليا في بلادنا، يعني بعضها طبعا او كتير منها يعني حكومات داشه فيها الظلم والفساد وما الى ذلك، فمسألة تولي يعني مناصب سواء مثلا في أجهزة الشرطة، في أجهزة الأمن، في الجيش، في هذه الأمور، يعني هل فيها محاذير شرعية معينة ولا الأمر متاح أو حلال يعني؟ أولا السؤال اللي لابد اللي إحنا الأول، إحنا دي بلادنا ولا إحنا بلاد إحنا أجانب غرب عنها؟ دي بلادنا. أيوة. هذه أوطاننا، إذا سلبت من الحروب ده مش معناه أن أصبحت ملك للحكام. حتى الحاكم نفسه أجير عند الشعب، ما هواش الحاكم صاحب البلد ولا وسيد الناس والناس وراه يعني عبيد يعني أجراء. الأصل لا، الحاكم موظف عمومي عند الشعب. دواء مين؟ طب الدولة اللي احنا فيها، احنا في دولة كافرة ولا دولة مسلمة؟ دولة مسلمة. بغض النظر بقى انت بتحكم على حاكمها ايه ولا حكوماتها ايه، احنا ما نكفرش، بس في النهاية حتى لو واحد بيكفر عموم الشعب والبلد مسلمين خلاص. فبرضو ده عامل تاني. دي حكومة ظالمة، تمام، اذا تعال نتعامل على ان ده حكومة او نظام ظالم. كيف التعامل مع النظام الظالم؟ عندنا نموذج سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف كان في بلد غير بلد وكفار وظلموه ودخلوه السجن ظلم، فأكثر من كده، ومع ذلك كان بريء ولبث في السجن بضع سنين وقبلها سنوات. لما تعرضت هذه الدولة إلى محنة هذا النظام وطلبوا المشورة، عمل إيه؟ قال لا، يكشي يبلعه الجاز وسخ، أنا مالي بيه وما يتحرقوا، هو أنا هتسجن ظلم وكمان أحللهم المشكلة؟ لا، هو في السجن مارس الدعوة إلى الله، ما قالش ده مجتمع إيه لازمته، دعاهم اللي في السجن، دعاهم عن طريق ده تفسير الرؤية. وبعدين لما الملك شاف الرؤية افتكر اللي كان معاه في السجن خلاص، وأقر الملك بتأويل فارسله يوسف أيها الصديق في 7 بقاءات إلى آخر الآيات في سورة يوسف. لأن يوسف عبر عن الرؤية ووضع خطة للإصلاح الاقتصادي ده، ما قالش لا أنا أعينه ليه، لأن نظر إلى المعنى الأبعد وهو خدمة الشعب، وده باب من باب الإصلاح. بلد يبقى فيها الظلم 100% ولا وصلوا 50 أو 60 أو 70%؟ ده أنا رفعت نسبة من الظلم من وجهة النظر. أيوة. ده إذا أنا بتعامل مع إن ده ظلم إيه، سواد ملوش نهار، سواد كالع. مع ذلك ليه نسبة السواد ده مستهدف فرعي؟ صحيح. طيب، وده اللي عمله الخضر الرجل الصالح مع سيدنا موسى، قال خرقتها لتلقى لها، وبعدين قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون عليها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأردت أن أعيبها. ليه؟ سفينة مخرومة مع أصحابها ولا سليمة مع خصم؟ شوف المادة الموازنة، سفينة سليمة وزي الفل وحافظ عليها ويجي واحد سرقها باللي فيها، ولا فيها عيب يخلي الحرام ما ياخدهاش وتبقى لأصحابها؟ لا، فيها عيب أصحابها قبل السرقة يقول لك لا سفينة تبقى سليمة يا عم، بعد ما يلاقي اللي يقول لك يا ريت كان خرم. سبحان الله. فهنا الرؤية بتعتمد على دي. طيب لما كلموه إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال له يا سيدنا يوسف لن تكفر ما خدمتش معاكم، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. يعني طلب المنصب جاء الشرع. فدمت أن نيتي إيه؟ ها؟
هعمل ايه بالمنصب؟ هعمل ايه بالوظيفه؟ وجاهه ومنظره؟ وهبقى يد للظلم؟ ولا اقدر من موقعي اخفف الظلم؟ كان بعض المشايخ اعرف اهل المشايخ كان في النيابه واستقال ومشي وقال لك لا او ساب الكلام ده، ماشي ربنا يعني يعوضه خيرا. فحد بيقول اخطا، ليه اخطا؟ كان وكيل نيابه بيظلم الناس وأدار الظالم، كان وكيل نيابه في ايدي اخلاء سبيل من قرى النيابه، في سلطات في ايده تقدر ترفع الظلم، تقدر تقيم العدل. في قضايا اكبر منك واكبر من غيرك، خلاص بتاعك. لكن يعني وده اللي قاله ابن عمر بن عبد العزيز لما قال له يا ابي، لما تولى الحكم، يا ابي لماذا اراك يعني متهاونا في اصلاح الحق؟ والله لا ابالي بالحق ان يغلي بي وبك القدور، يعني ايه في ان الذبح ونحط في ايه؟ في القدور انجله لحمه وشوربه يعني. قال له يا سيد عمر بن عبد العزيز يا بني الا يرضيك ان ما من يوم الا ويميت ابوك بدعه ويحيي سنه؟ ان الحق ان الله قد حرم الامر في ثلاث ثم حرم في الربيع، ذم الخمر في ثم في حرم في الربيع، ولو ان ربنا قال العرب لا تشربوا الخمر ما تركوه. فالاصلاح بيحتاج صبر، بيحتاج طول نفس. فانا النهارده لما اسيب انا المنصب وانت تسيب ونحن نسيب وده يسيبه، نسيب النيابه ونسيب القضاء ونسيب الاعلام ونسيب الكذا، ونقف على ابواب الجوامع نبيع مسواك وسبع، اللهم صل على النبي. وبعدين لما المتدينين بس خلاص انت بترسخ عن الناس ان الدين ملوش مجال في حياه الناس في الدروشه وبس، ده كلام فارغ. لا يا جماعه، اي مجال فساد المسلم طالب يقتحمه خلاص، اذا هيقدر يصلح فيه ولو اصلاح جزئي. ولو اصلاح جزئي. النبي عليه الصلاه والسلام كان يمارس الدعوة حوالين الأصنام الكعبة 360 صنم. هل من أول يوم راح ماسك فاس أقصر الأصنام؟ كانت قريش رفعت السيوف وقتلته والصحابة. خلاص؟ قعد كام سنة؟ فتح مكة في سنة 8 و13 يعني 21 سنة. الإسلام شغال عشان يوصلوا لمرحلة تكسير الأصنام. إذا القصة يا إخوانا انا بقول لا، لان كتير من الناس يقعد يسال في قضايا زي دي، اصل انا معروض عليا مش عارف العمل الفلاني، لا اصل الشرطه الجيش. طيب يا عمي، هو انت كل الشرطه مفروض عليك الظلم؟ لا، في ايدك كتير من مساحات العدل، في ايدك كتير من مساحات منع الظلم، في ايدك. ما هوش قانون يعني، ما فيش في الشرطه قانون كده ان التعزير ده شيء لازم، الرشوه شيء لازم، لا، بدليل في لحظه قيام عرفنا ناس في هذه الاماكن من زمان والى الان وقبل ذلك وبعد ذلك، ناس شريفه ومحترمه، اولاد ناس لا تاكل حرام. ايوه كتير من ده صحيح. بعيد قوي ليه؟ لا موجود. الخير ما بيخلاش من الناس يا اخوانا. فاذا المساله بتعتمد على انت صبرك وايمانك وثباتك قد ايه، وهتعمل ايه في المكان الطريق. صحيح دكتور، والله جزاك الله خير. في أخت سألة دكتور بتسأل، بتقول إنها متزوجة من 6 سنوات وبتقول إنها بتحب زوجها يعني، ولكن في مشكلة بينهم إن هو أحيانا بيكلم بعض النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أكثر من مرة حاولت يعني تصلحه أو توقفه عن هذا الأمر، يعني يعاهدها بأن هو لن يكرر هذا الأمر لكن يكرره مرة تانية. فالأخت بتسأل بتقول كيف تتعامل مع هذا الأمر؟ والله هذا الامر محتاج الاخت تلجا فيه لمستشار اسري، ارشاد اسري، لاني انا اعرف الحكم الشرعي لكن ما اعرفش التعامل معاه ازاي. طبعا الصبر والوعظ والدعاء له كل دي روشتة يعني بالنسبه لي كشيخ ده اخري معاك، لكن خطوات العلاج الدائمه المستقره الناجعه الفعليه مش عند المشايخ، الا لو شيخ دارس في هذا الملف الارشاد الاسري يعني واقعيا وعمليا هيقول لك خطوات ايه. انما اي شيخ هيقول لك والله اصبري عليه، ادعي له ربنا كذا،
انصحي دائما اغتنمي فرص النصح، ده كلام عام. انما حالة زوجك انت هيسألك المرشد الاسري ده، والله هل انت بتأثري في مثلا تجملك، هل في العلاقة الزوجية الخاصة في تقدير، هل ده والله ما بتكلمش معاه، ما بتفتحيش مواضيع معاه، ما بتشبعيش نهمه أو على مستوى دماغه وفكره، طب هو دي فراغة عين وممكن نعالجها ازاي؟ فهيمسك معاك الاسباب واحدة واحدة ويسد كل ثغرة. واذا وصلت ان لا ملوش علاج هيقولك ازاي تتعاملي مع حالة الميؤوس من علاجي في هذا الملف. اللي يفيدك فيه اكتر حد متخطط في هذا الامر. اي نعم ان شاء الله. في سؤال دكتور حوالين موضوع القايمة، الأخت السائلة بتسأل بتقول إن العريس جاب يعني قطعتين من الذهب، فبتسأل بتقول هل الذهب ده يكتب في القائمة أم لا، وبتسأل بتقول يعني هل لو مشينا بالعرف وكتبنا قائمة ورفضنا المهر، رفضنا إن الذهب يعني يعتبر مهر يعني، هل كده يبقى حرام علينا أم لا؟ بتسأل يعني هل لو كتبنا قائمة يبقى حرام علينا حسب سؤالها يعني. أنا لا أعرف قائمة ولا أعرف. دكتور حضرتك سامعني؟ طيب يبدو في مشكلة في التواصل مع الدكتور، لحد ما يبقى معانا إن شاء الله نستعرض بعض الأسئلة اللي وردت. طبعا كان السؤال الأخير بيتكلم عن مسألة القايمة، وهي موضوع القايمة فيه الحقيقة كلام كتير. رجع لنا الشيخ مرة أخرى مرحبا بيك دكتور مرة تانية. كان السؤال عن موضوع القايمة، لو كان السؤال وصل لحضرتك يعني. يعني الشرع لا بيعرف قايمة ولا يعرف قاعدة، دي من مستحدثات الناس اللي لا الشرع ضدها ولا الشرع معاها، انما الشرع مع ما يتوافق معه فيه ومع ما لا يتوافق. خلاص والله نكتب الدوله تمشي، دي اعراف بين الناس، المهم الا يكون فيها ما يخالف الشرع. ناس عايزه تكتب الذهب، ناس لا بتكتبوش، ده بيكتب بس العزال اللي جه. هو اصلا ترجع لتاريخ ما فيش، كانش في القايمه ما بيكتبش قايمه، معروف اثاث وموجود وخلاص. ناس استحدثت اني اصبح في اهدار لحقوق المراه، فالناس بتدور وتثبت عشان خاطر عند النزاع والطلاق، خلاص وسيله توثيقيه للحقوق. المهم ان تكون هذه الحقوق على حساب الشرع او على حساب استقرار البيوت. بس طب مساله يا دكتور، يعني احيانا الحقيقه يعني الموضوع القايمه ده فيه نقاش كتير قوي، يعني بالذات ان في ناس كتير بتجيب حالات يعني مثلا سجن للزوج، يعني افترى من طرفين على بعض ومحاكم واحيانا ما توصل للسجون وما الى ذلك. موضوع القايمه ده يعني طبعا انت قلت ان هو يعني الشرع بياخد منه المتوافق وبيسيب الغير متوافق، ايه الحرام فيه اللي ما ينفعش يتم في موضوع القايمه ده؟ لا ما هو الحرام جاي من البدايه، اللي هو الغلاء في المهور، التوسع فيما ليس من هذه الاشياء، الادعاء بعكسه عند التخاصم، ده بدد القايمة، ده بدد كذا وما بددش، يروح هما ياخدوا الحاجة ولا ما خدناهاش، دي كلها ما لهاش علاقة بالقايمة وبغيره، دي لها علاقة بالسلوك، دي علاقة بالخلق، الالتزام في هذا الأمر. ياخد ذهب ويقول لك ده هي معاها ذهبها، ده عندي تودي ذهبها عند أهلها وتقول لك لا ده في بيته وما خدتوش، اللي هو الكذب، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إيه؟ إنما أباكم وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم ألحن في الحجة عن بعض، واحد عنده لسان أو عنده مهارة أن يأكل اللي قدامه بيه أو إن مش يأكل يثبت ما ليس من حقه، فمن اقتطعت له شيئا لأخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار. اللي أحكم له بالأدلة وشهود الزور دول اللي جوه خلاص، فكأني بديله قطعة من النار. المشكلة أن بعض الناس أو كثير من الناس للأسف قبل الزواج والدنيا زي الفل، اول ما يختلفوا كان حرب بين فلسطين واسرائيل، كان اعداء، ننسى العشره وننسى المعروف، ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم. ايوه لا ينسى الفضل، في بيننا عشره، يعني لازم نفتكر حاجه مهمه، هذا الزوج وهذه الزوجه احل الله لهما ما لا يحل لغيرهما، كشف العورات والدخول في هن لباس لكم وانتم لباس لهن، زواج الناس تروح ناسيه ده كله، وساعات يبقى في اولاد، يبقى هم الزوجه تطلع الزوج ده شيطانة، والزوج يطلع الزوجه خائنه وام الكبائر، لا هذا ليس من الشرع ابدا. اي نعم دكتور.
في اخت سالت دكتور حاجه بتسال بتقول انها يعني بسبب غلاء اللبن, فهتقول ان هم كانوا بيشتروا كيلو لبن, كان هم يعني الاسره يعني عددهم كبير, فبتسال بتقول ان هم كانوا بيجيبوا اللبن كيلو اللبن بيوزعوا عليهم كل واحد بيشرب كوبايه, فالان سعر غلي, فهي لو اشترت اللبن وزودت عليه ميه وعشان الكل يشرب نفس الكميه, هل كده تبقى غشاشه؟ لا, هو الغش ده بيع مش داخل البيوت ومش مع الاولاد والكلام ده. حر يعني, وفي النهايه في البيت في حد في والله ناس والله تحب تعمل الحاجه بالحليب الصافي, في ناس لا تحط الاول ميه بعد تزود الحليب ما هو عايز نسبه الحليب ده ايه ده الغش لما كنت ابيعه او بقدمه لحد وهو متوهم انه كذا, يعني لو انا الزوج انا كذا فلا والله انا عملت ده, يعني الغش في البيع او في البيت الموهوم, لو انا عايز طالب عايزه الحليب بطريقه الفلانيه فتعامل على غير ما اريد, لا اوضح لك ولك انا ظروفنا تدفع هنشربه كذا, ده مش الغش انهي عنه. في اخ سيد دكتور بيقول ان هو كان وضع مبلغ من المال داخل حساب بنكي على اساس ان الحساب ده ما فيش فيه فوائد, ولكن فوجئ بعد مده من الزمن ان في بعض العدد يعني مبلغ من الفوائد تم وضعه في الحساب, فوقف هذه المعامله ولكن هذا المبلغ معاه. الاخ بيسال بيقول ان هو يعني بيجدد رخصه السياره بتاعته, وان رسوم التجديد فيها الكثير من المصاريف الزياده الغير مبرره والضرائب الجائرة وما إلى ذلك, هل يجوز دي أنه يأخذ الفايدة دي ويحطها في هذه المصاريف اللي هي بيقول عليها مصاريف ظلمة يعني أو هيكون مظلوم فيها؟ مين اللي بيحدد أنها ظالمة وأنه هو مظلوم وأنها جت عن الحد؟ طب ما بتشتكيش ليه؟ في وسائل للشكوى؟ في وسائل للشكوى. طيب أنت مظلوم, أربع ظلمة بإحترام إيه؟ ده مال محرم عليك لا الانتفاع به, إنما تتطهر منه وإن تبتم فلكم تطمون. هذا المال يخرج يعطى لأي فقيرة وأي جهة خيرية هم بأنهم حرام وتطهروا. ما هنا دكتور يعني حتى لو كان في ظلم باين لا يستطيع تغييره بالنسبة لموضوع الفلوس, لأن أحيانا مثلا بيكون في بعض القوانين اللي بتطلع كده وتكون يعني غير يعني زي مثلا موضوع التصالح على البناء او اي قانون يطلع جديد بحيث ان هو الهدف منه ان هو ياخد فلوس من الناس, هل في هذه الحاله وضع هذه الاموال في المصارف دي تمشي ولا ما تمشيش باي شكل؟ الاصل ذلك, لان مين هيقيم دي؟ مين يقيمها؟ انا وانت اقيم لنفسي ان انا مظلوم ولا مش مظلوم؟ ما كل الناس يقول لك لا الكهرباء جايه بزياده اسرق من العداد, المايه مش بزياده كذا. طيب نفرق ده ازاي في ظل التضخم والغلاء اللي في البلد كلها اصلا؟ من هنا افرقها؟ يعني حط لي معيار, اللي حط لي معيار قيس بيه اقدر اقول لك اه والله ممكن عند الضروره والاستثناء ترفع الظلم بالمال اللي تطهر منه ده مثلا, لكن من يعلم بذلك؟ لو فتحنا هذا الباب وبقيت انا القاضي والحكم وكل حاجه ما تمشيش الدنيا. في حالات خاصه يعطيك الحدود, مين يحدد الحدود الضيقه دي؟ مش انا اللي احكم ان انا مظلوم ولا ظالم. ناس لا لازم تنطفها بعيد تقول لا ده ظلم. طب في وسيله رفع الظلم؟ في وسائل. ضرائب جالك بزياده تقدر تشتكي وتقدر تجيب امير ضرائب وينزل لك الضرائب ويجيب لك بيحصل. اذا في وسائل, ما فيش الدنيا قوانين دون الطعن عليها. حتى في الدول الظالمه هي المهم مهارتك توصل لده. نعم. في اخت سالت دكتور بتقول ان انا ان شاء الله هذهب للحج هذا العام, ربنا يتقبل منها ان شاء الله, فبتسال بتقول بالنسبه لتحيه المسجد الحرام هي الطواف, فهل هذه التحيه يكون سبعه اشواط ولا مره واحده فقط؟ الطواف سبعه. سواء بالتطوف في فريضه في سنه في اي شيء هو سبعه. لا ولا اكثر. خلاص واحد يقول لك ايه نعمل شوب زياده او زياده الخير خيرين واحد يضام, لا هم سبعه. نسيت دي قصه ثانيه, اتلخبطوا دي قصه ثانيه اتلخبطوا والله, هم سبعه ولا سته؟ يبقى اعتبر سته وهات السابع, ده عند الشك, انما عند اليقين هم سبعه.
اي نعم، معنا الاخ ابو خالد من مصر. ابو خالد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه. حياك الله. انا والله قبل 3 سنوات كان اخوي يحتاج مني مبلغ من المال. اي نعم. كان اخوي يحتاج مني مبلغ من المال، فحصلت على زوجتي، كنت معاها مبلغ حوالي 13 ورق دولار، يعني حوالي 1300 دولار. اي نعم. فقلت له تفضل هذا المبلغ، بس ترجع لي هذا نفس المبلغ دولار. مش تمام. مصري. تمام. كان الدولار تقريبا ب 1500 جنيه. هل يعني الوقت الدولار رفع ل 50 و60 ورجع على 50 تاني و40 والكلام ده كله. فانا مش عارف احكي مع اخويا ازاي يعني، واخد منه الدين ازاي يعني. انت كنت متفق مع اخوك ان هو هيرد ازاي ولا ما اتفقتش معاه؟ انا حتى زوجتي قالت له هذا المبلغ دولار، اعطيني اياه دولار، يعني رجعه لي دولار. تمام، يعني الاتفاق كان انت ان هو يرجعه دولار. طيب خلينا نسمع خلينا نسمع راي الشيخ وخليك معنا اخ ابو خالد. انا مسافر في الاردن وقاعد في الاردن، بس موكل زوجتي بكل مصاريف البيت يعني، فقالت له خذ هذا المبلغ 13 ورق الدولار، يعني 1300 دولار. وضح السؤال اخ ابو خالد. وضح السؤال، خليك معانا بحيث لو في يعني اي تفصيل نحتاجها منك. دكتور السؤال واضح لحضرتك الاخ ابو خالد؟ اتفضل دكتور. المسلمون عند شروطهم الا شرط ان احل حراما وحرم حلالا. الرجل طلب قرضا ادته له بالدولار 1300 دولار، وقالت له نصا تسدد بالدولار. شكرا. الاخ ما خد لام من اخوك ايه؟ افترض الدولار كان نزل، كان يبقى في خجل؟ لا يعني، لو نزل الدولار عن وقتها شويه والدولار ما هو علي وصل ل 70 وبقى 50 وبقى 40، مش حصل كده؟ اللي ادى دولار لما كان 70 وجي يسدده النهارده راجل ب 50 وبيديك جنيه ولا دولار؟ خد ورجع دولار. هذا لا حرج فيه، هذا هو الحق. اي نعم. يمكن دكتور ما عادش غير دقيقه واحده من وقت الحلقه. اخر سؤال، الاخت السائله بتقول هل يجوز لي ان انا اعمل عمره لجارتي مع العلم انها على قيد الحياه ولكنها مريضه مقعده؟ لا يجوز، لانها مريضه مقعده وما تقدرش تروح ولا عندها اي سبب، لا مانع من ذلك شرعا ان تعمل عمره عنها، وحتى لو ما كانتش مقعده، لا والله مريضه بعملها بنيه شفائها او في ميزان حسناتها، لا هذا يعني امر لا حرمة فيه على قول عدد من الفقهاء، ربنا يتقبل منها ويجزيها خير. اللهم امين يا رب، جزاك الله خير. في نهايه حلقه اليوم نشكر فضيله الشيخ الدكتور عصام تليمه من علماء الازهر الشريف، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.